بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة ورحمة الله وبركاته. راح نكمل سلسلة محاضراتنا لهذا الفصل الدراسي. اليوم راح نختم ال دي سي سيركت، حتى إن شاء الله المحاضرة القادمة نبدي بالأي سي سيركت. أخذنا بالمحاضرات السابقة هو طرق التحليل دوائر التيار المتوالي والسيريس والبارالل والسيريس والبارالل معا، وعرفنا شلون نحللها وعرفنا خصائص كل ربط، وعرفنا انه اذا اكثر من مصدر بالدائرة موجودة اذا كانوا توالي او توازي راح نقدر نحلل الدائرة باستخدام الطرق اللي اخذناها سابقا. بس بعض الاحيان عندنا يكون اكثر من مصدر بالدائرة بس لا هم توالي ولا توازي، لذلك ما نقدر نحلل الدائرة الكهربائية باستخدام الطرق اللي أخذناها. لذلك توجد طرق أخرى لتحليل الدوائر الكهربائية تحتوي على أكثر من مصدر للفولتية أو للتيار، ولا يوجد وليس هما توالي أو ليس هم توالي أو توازي. حقيقة توجد عدة طرق، لضيق الوقت ما راح نقدر ناخذ كل هاي الطرق، راح ناخذ الطريقة احد هذه الطرق المهمة اللي هي راح نسميها الميش اناليسيس. هاي الطريقة الميش اناليسيس بيها يعني two ways to solve the problem او to form the problem، بها طريقتين، هي general approach والformat approach. general approach نقدر نقول عامة وبها يعني more details. الطريقة الفورمات ابروتش هي اسرع في تشكيل او في كتابة معادلات المش. خلينا نشوف هاي الخطوات، هاي بها اربع خطوات يجب ان نتبعها بتحليل اي دائرة كهربائية. ممكن نحلل اي دائرة كهربائية باستخدام هاي الطريق. هسه هاي النقاط اللي راح نتبعها راح عن طريق هذا المثال خطوة خطوة عن طريق. فأول نقطة طبعا راح نشوف هذا المثال، شوف متكون هذا مصدر هذا مصدر هذا، شلون نحللها بالطرق السابقة توازي أو توالي لو مختلط، ماكو هذا المصدر ويا هذا المصدر ما نعرف توالي لو توازي، ما يعني غير لا هو توالي ولا هو توازي. نرجع هسه نقول assign a distinct current in the clockwise direction to each independent closed loop of the network. اول شيء نجي نحدد نشوف عندنا كم لوب، closed loop يعني يبدي من نقطة ويرجع لنفس النقطة، نشوف هذا هو closed loop هذا closed loop اخر، عندنا هنا بهاي الدائرة two closed loop. نجي اول شيء نحدد اتجاه للتيار كما تقول هاي النقطة، راح ناخذه باتجاه عقرب الساعة، باتجاه عقرب الساعة هذا اتجاه هذا التيار، وهذا التيار الثاني باتجاه عقرب الساعة باتجاه عقرب الساعة. طبعا المطالب بالسؤال تختلف، مثلا احسب لك الفولتية هنا او الفولتية هنا او الفولتية هنا او الكرنت هنا او الكرنت هنا او الكرنت هنا، فكلها نتبع نفس هاي الطريق. بعد ان نوجد هذا الكرنت اللي هو حيمر بذولا نقدر نوجد اي فولتية او اي مطلب اخر. زين، فهاي عندنا اول شيء حددنا اتجاه الكرنت باتجاه عقرب الساعة لايتش لوب، تقدر باتجاه عكس عقرب الساعة، اي اتجاه تقدر انت تاخذه باتجاه عقرب الساعة باتجاه عكس عقرب الساعة، بس احنا راح ناخذه باتجاه عقرب الساعة حتى يكون ستاندردز ونمشي عليه على ونطبقه على كل الامثلة، لانه انت اذا اخذته باتجاه عكس عقرب الساعة ما راح يأثر على النتيجة ويأثر على الدايركشن مال الكرنت. اذا هسه جينا حددنا هذا باتجاه عقرب الساعة، هسه اهم نقطة هو نحدد البولاريتيز مال الفولتج اللي على الريزستر اللي هاي المقاومات. شلون راح نحدده؟ راح نجي نشوف هذا الكرنت دا يمشي باتجاه عقرب الساعة، المكان اللي يدخل منه المقاومة موجب
واللي يطلع منه سالب، اللي يدخل منه موجب واللي يطلع منه سالب. اوكي، هذا باتجاه اللوب الاول. هسه نجي على اللوب الثاني بنفس الطريق، راح يجي يمشي هذا اللوب باتجاه هذا موجب وهاي سالب، يجي لهنا موجب بسالب، بينما هنا سالب بموجب. هذا يسموه ميوجوال برانش او ميوجوال ريزيستنس. راح نجي نعرف شلون راح نتعامل وياه. راح نلاحظ هنا مصدر الفولتية البولاريتيز مالته ما راح تتغير ويا اتجاه الكرنت، لان مثل ما قلنا مصدر الفولتية هذا الجزء موجب وهذا الجزء سالب. اذا احنا حققنا شنو؟ ستيب 1 النقطة الأولى والنقطة الثانية. اوكي، هسه ايش نجي؟ راح يصير عندنا لوبين، لوب 1 ولوب 2. راح نطبق كيرشوف فولتج لو على كل لوب. ايش قلنا الكيرشوف فولتج لو؟ مجموع الفولتيات في الدائرة الواحدة تساوي لنا صفر. ناخذ اللوب مالتنا باتجاه عقرب الساعة ونبدي نشتغل. اوكي، هسه نجي على اللوب 1، راح نشوف هنا الفولتية التيار دي ينتقل من الموجب للسالب. اذا هاي الفولتية لهنا ايوان تكون سالب. نجي لهنا التيار هم دي ينتقل من الموجب للسالب، اذا هاي الفولتية شبيهة سالب، اللي هي ناقص ايوان في شنو؟ في الار وان، لان هذا قلنا هو هذا اللوب هو كله ايوان. نجي على هاي هنا مصدر الفولتية الثاني يكون شنو؟ ناقص اي تو. ليش ننتقل من الموجب للسالب؟ نجي لهنا هم دي ننتقل من الموجب هم ناقص، بس هاي راح نسميها نسميها في تو. ليش؟ حتى نوضح شلون دا تصير. هسه نجي الاي وان هي 6 فولت ناقص 6 فولت، هي هنا ناقص اي وان ار وان، الاي وان 2 في الاي وان ناقص هنا 4 فولت اللي هي الاي 2. هسه نجي على هذا الجزء، من يصير عندنا باور ميوجو اف ذا ريزيستنس هاي 2 اور مور اسيومد كرنت ثروتيت، ذا توتال كرنت ثرو ذا ريزيستر از ذا اسيومد كرنت اوف ذا لوب ان ذا كيرشوف فولتج لو از بينج ابلايد بلس ذا اسيومد كرنت اوف ذا اذر لوبس باسنج ثروت ان ذا سيم دايركشن ماينر ذا اسيومد كرنت ثروت ان ذا اوبوزيت دايركشن. يعني هسه شي يجي يقول هنا؟ يقول انه هنا هنا عندي هاي قيمتها 4 هي ناقص، يقول هنا دا يمر بها 2 كرنت، دا يمر بها الاي 1 ودا يمر بها الاي 2. فايش نجي نقول؟ نقول الاربعة في الاي هنا نجي نشوف الكرنت الاي 1 نخليه هو موجب، ونشوف اذا كان الكرنت الاي 2 يمر بنفس الاتجاه الاي 1 تكون زائد، واذا بعكس الاتجاه يكون ناقص. زين، اذا هي 4 في الاي 1 اللي هو من هذا اللوب اللوبنا الرئيسي. زين، نجي نشوف هذا اللوب الثاني الكرنت يمر عكس الاتجاه نخليه ناقص اي 2 تساوي نص. لو كان الاي 2 بهالاتجاه هذا نخلي هاي زائد. اوكي، هذا بالنسبة لللوب الأول. نجي على اللوب الثاني، على اللوب الثاني هاي ال V2 الكرنت راح يمر بها شنو؟ هاي ناقص V2. هنا هاي الفولتية ال E2 حصل زائد E2. ليش؟ لأن دا ينتقل من السالب للموجب. هنا حصل ناقص R3 اللي هي نقول خلينا نسميها ال V3. اوكي، ناقصا الاي 3 اللي هي لانه دي ينتقل من الموجب للسالب، هنا بده ينتقل من الموجب للسالب اللي هي هاي المال. هسه نيجي على الفي 2، الفي 2 هاي همين دا يمر بها 2 كرنت، قلنا ناقص 4 قيمتها. الكرنت الاول عندنا مالتنا هو الاي 2، الاي 1 يمر بعكس الاتجاه ده نخلي الاشاره سالب، زائدا هذا يكون في 4. هنا الاي 2 ناقص الاي 2 الفي 4 الار 3 اي 2 6 اي 3 ناقص الفي 3 يساوي لنا صفر، يساوي لنا. هسه نجي نبسط الدائره مالتنا، عندنا متغيرين
اي 1 واي 2، هدفنا ان نوجدهم. راح تكون ناقص 6 اي 1 زائد 4 اي 2 يساوي لنا 10، زائد 4 اي 2 ناقص 10 اي 2 يساوي لنا ناقص 1. هاي معادلة آنية تقدر تحلها بأي طريقة تعجبك. هنا أنا حنحلها بطريقة الديترمينانس، لأنه بعض الأحيان يصير عندنا 3 برانشز أو 4 برانشز، صعب أن نحلها آنيا. لذلك هنا أنا شنو راح نحلها بالديترمينانت. الديترمينانت شو يقول؟ يقول حتى نشكل عندنا هاي المعادلة مالتنا، نجي البص المقام اللي هو هنا هو نسميه ديترمينانت، الدي هو ثابت. ناخذ شنو العوامل المرتبطة بالاي 1 والاي 2 بالمعادلتين، 6 زين، وعندنا هنا 4 زين. هاي عندنا المعادلة مالتنا، شوف هاي عندنا هنا 6 بأربعة بأربعة بعشرة، هاي التوكيد ماخذيها بالرياضيات، هاي سوينا الديترمينانت مالت. هسه نجي اريد نحسب الاي 1، نريد نخلي قيمة، راح نشيل هاي العوامل مال الاي 1 نخلي منها العوامل اللي على الطرف اليمين، هي ناقص 10 بناقص 1. هنا الاي 2 تبقى نفسها 4 بعشرة. هسه نحل الديترمينانت، البسط حيصير هذا 10 في 10 ناقص 1 في 4، يعني هذا في هذا ناقص هذا في الجو، 6 في 10 ناقص 4 في 4 راح يساوي لنا قيمة الاي 1، هاي قيمة الاي 2 بنفس الطريقة. الديترمينانت راح يظل ثابت اللي هو ايش قد طلعنا قيمته، ناقص 44. الاي 2 هنا راح يبقى 6 ب 4 بمكان ال 4 وال 10، نخلي ناقص 10 بناقص 1، راح يطلع لنا الاي 2 ايش قد قيمته؟ ناقص 0.733 اي. اذا نجي نحسب الاي دا يمر هنا بالار 2 اللي هي بهاي المقاوم، فهو شنو كانت راح يكون اي 1 ناقص اي 2، الاي 1 ايش قد قيمته؟ طلعنا نص الاي 2 راح يطلع لنا ناقص بهالاتجاه، يعني هاي من طلع عندنا ناقص بمعناته انه اتجاه الكرنت زين، يعني شو راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا اتجاه الكرنت راح يكون بهذا الاتجاه، هو ماينص للكرنت اللي يطلع لنا بالاي 1، يكون اتجاهه بعكس الاتجاه زين. هسه عندنا هذا هم مثال ديترمان ذا كرنت ثرو 9 فولت باتري فور ذا نتورك بلو باي يوزنج الميش اناليسيس. شوف عندنا هاي هنا مصدر تيار ومصدر فولتي زين، ما دام احنا هنا نستخدم كيرشوف نحول مصدر هذا الفولتي المصدر التيار الى مصدر فولتي. يعني انا شو يريد هنا بالسؤال؟ يريد الكرنت اللي هنا بهاي البرانش. اوكي راح نيجي نحول مصدر التيار الى مصدر فولتي، نعرف نحول شلون هاي المقاومة تبقى على التوالي ويا زين، والمصدر هذا الفولتي يساوي ان التيار في هاي المقاومة يطلع لنا 4 و 4 فولت وهذا اتجاهه، هاي المقاومة نجمعها ويا هاي لان صار التوالي وياها راح تطلع لنا 7 و 8. هسه نيجي نطبق مالتنا الحكي اللي حكيناه. اول شيء راح ناخذ ساين، عندنا لوبين، نجي اول لوب هذا اي 1 وهذا اي 2 باتجاه عقرب الساعه، هنا البولاريتي موجب بسالب لان كانت هنا موجب بسالب هنا موجب بسالب هنا موجب بسالب زين. هسه نجي نكتب اللوب الاول مالتنا، شوف هنا اللوب راح يفتر، هنا الفولتية شنو موجب الاي 2، هنا ناقص الاي 1 في الار 1 ناقص الفي 3 اللي هي هاي. اوكي هسه نجي على اللوب الثاني، حصل ناقص V3 ناقص I2R4 زائدا الE2 لأنه هاي ينتقل بها.
إذا نجي على اللوب الأول الإيتو قيمتها الإيتو قيمتها معروفة إنه هنا أنا عندك الـ V3 هي الـ I1 في الـ I2 في الـ R3. هنا أنا بحالة ثانية الـ I2 في ناقص الـ I1 في الـ R3. هاي هي المعادلات اللي راح تطلع عندنا، نبسطها تطلع عندنا هاي المعادلات. إذا أنت الخطوة المهمة جدا هي أولا تختار اللوب، تختار اللوب مالتك، تحدد البولاريتيز تاخذ كيرشوف وتكتب المعادلات مال اللوب، هذا كيرشوف وهذا همينه كيرشوف. شوف هنا انا طالب الاي 2 بس، يعني ما اريد تحسب لي الاي 1، تيجي بس على الاي 2، تيجي هاي هنا أنا قيم الاي 1 تنزل نفسها، الاي 2 تتخلى هاي بمكانها، الديتيرمينانت جوه راح يطلع لنا قيمه التيار، هذا هي قيمه. هسه هوم ورك مطلوب منك تحله، solve the circuit of the above example if the current source has not internal resistance in the parallel with it as shown in figure. شوف هذا احنا اخذنا اكو هنا مقاومة، لذلك نقدر نحوله الى مصدر فولتي، هنا ماكو، هنا انا راح يظل اللوبين، بس هنا انا مبسط الدائرة، اللوب الاول موجود الكرنت مالته، يعني الاي 1 موجود ما تحتاج لوب اول، ليش؟ لان هو قيمته 1.5 نفس هذا هو اللي يمر بي. زين نجي بس على اللوب الثاني، نكتب مالته اللوب الثاني، هذا هو مثل ما كتبنا هنا، بس عندك هنا الاي 1 قيمته معلومه، اوكي قيمته معلومه. هسه راح نجي ناخذ المش، انا الفورمات ابروش للمش اناليسيس، ما راح نحتاج انه نحدد البولاريتيز مال الفولتية الريزيستر ولا راح ندوخ بهذا الموضوع. شنو الفكرة مالته؟ هذا عن طريق هذا المثال راح نتعلمه الميش اناليسيس. شنو نقول؟ اول خطوتين هي نفسها، اول خطوتين هي نفسها، نجي اولا نحدد الاتجاه، نحدد اللوبات عندنا هاي لوبين، نجي نحدد اتجاه الكرنت باتجاه شنو؟ عقرب الساعة I1 و I2 باتجاه عقرب الساعة. هسه ايش نجي على اللوب الأول، نجي على اللوب الأول نقول عندنا هو I1 في المقاومات، مجموع المقاومات اللي يمر بيها، يعني هسه ال I1 دا يمر هنا بمقاومة هاي وبالمقاومة هاي وبالمقاومة، راح نقول الـ I1 في 8 زائد 6 زائد 2، ما لنا شغلة ميوجوال مو ميوجوال بعدين راح نجي. زين ناقص المقاومة الميوجوال وياه، المقاومة الميوجوال وياه اللي هي شنو؟ اللي هي ناقص 2 I2، ما راح نقول هنا I1 ناقص I2 لا. إذن الخطوة الأولى أنه شو نضرب؟ نضرب التيار اللي مال اللوب الآي 1 في مجموع المقاومات اللي مر به، بعدين يقول ناقص الميوجوال في التيار الويا اللي هي ناقص هاي المشتركة ويا ناقص الآي 2. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا هنا مصادر الفولتية اللي موجودة عندنا، إذا كان هنا عندنا مصدر أو هنا عندنا مصدر، راح نجي نشوف الاتجاه اللوب منين راح يمر بمن اللي يمر بهذا المصدر، شوف اللي هي هاي نقطة. We must now consider، هاي حكينا على الميوجوال يكون دائما ناقص، زين هسه نجي على اخر شلون هاي نحدد الفولتيات. اذا نجي هنا نشوف هذا اللوب مالتنا يمشي بهالاتجاه ده ينتقل من السالب للموجب، اذا يكون 4 فولت. هسه نجي للوب الثاني هو I2 في 2 زائد 7 ناقصا اللي يشترك ويا I1 في 2، وش يساوي ان هنا نشوف اللوب هنا ينتقل من الموجب للسالب، اذا ناقص 9 فولت. شك ان هاي المعادلة تتحلها آنية تتحلها بالديتيرمينانت، راح يطلع لك انا اريد الكرنت هنا بالسبعة، اذا اريد الاي 2 راح يطلع لي هاي قيمتي، اذا اتجاهها هو مو بهذا الاتجاه اللي احنا فارضي يكون بهذا الاتجاه، بهالاتجاه
معاكس. اوكي مفهوم. هاي هي الديتيل. راح ناخذ هسه اذا كان عندنا ازيد من لوب، هنا ايش يريد من عندي؟ write the mesh equation for the network of figure below. زين طبعا انتم ماخذين ديترمينانت بالرياضيات. هسه نجي نحدد ايش قد عندنا هنا ثلاث لوبات، نجي نحدد لوب اول لوب ثاني لوب ثالث. نجي شنو قلنا؟ ناخذ كرنت بكل لوب باتجاه اقرب الساعة. هسه نجي نكتب عندنا ثلاث لوبات، عندنا يعني ثلاث معادلات. اللوب الاول 1 + 2 + 1 في الاي 1 زين، ناقص هاي مشتركة ويا ناقص اي 2 مشترك ويا اي 1 زائد 0، لان ما عندنا مشترك ويا 3 فيكون 0. شي يساوي انه نجي نشوف هذا موجب 2 وهنا الاربعة سالب 2 فولت ناقص 4 فولت. اوكي نجي على اللوب الثاني، الاي 2 1 + 3 + 2، هاي الاي 2 1 + 2 ناقص الميوجوال ويا عندك الاي 1 ويا ميوجوال ناقص 1 اي 1 وكذلك ناقص 3 اي 3 لان ميوجوال ويا. شو يساوي انه هسه نجي على مصادر الفولتيه، نجي نشوف اللوب ده ينتقل من السالب للموجب، اذا يساوي لنا 4. هسه نجي على اللوب الثالث اللي عندنا، هذا هو اللوب الثالث. اوكي نجي للاي 3 ده يمر بهاي المقاومه وهاي المقاومه، 3 + 4 اي 3 ناقص المشترك ويا اي 2 باي 3 زائد ماكو الاشتراك ويا الاول 0 يساوي انه ايش راح يساوي؟ انه هنا مصدر الفولتيه موجب لو سالب، شو تقولون؟ يكون مصدر الفولتيه موجب لانه اللوب ده ينتقل من السالب للموجب وحيساوي لنا 2 فولت. نبسط المعادلات راح تكون بهالشكل هذا زين، تنحل بالديتيرمننت زين. عادة ما نجيب احنا ثلاث لوبات، او اذا جبنا انه يكون مطلب واحد فقط بي. هذا عندنا مثال هم اخر، find the current through the 10 ohm resistor، يدي الكرنت هنا باستخدام الميش اناليسيز الفورمات ابروتش. حاول تحله بنفس هاي الطريقة زين. هسه راح ناخذ موضوع اخر اللي هو البريدج نتورك، اللي هي تكون بهالشكل هذا، هاي خمس مقاومات تكون مربوطة بهالشكل او تكون مربوطة بهالشكل او تكون مربوطة بهالشكل. هذا ما تحتاج ان تعرفه، بها تفاصيل كثيرة، هذا اللي تحتاج تعرفه عنها. راح ناخذ مثال عليها همينه بالميش اناليسيز. يقول لك اوجد لي التيار بخمسة اوم هنا. هنا راح ناخذ هم ثلاث لوبات، هذا اللوب الاول هذا اللوب الثاني وهذا اللوب الثالث. هسه نجي نكتب اللوب الاول يمر بالمقاومة 3 × 4 × 2 بالاي 1 يشترك ويا من؟ ويا الاي 2 بالاربعة ناقص 4 ويشترك ويا الاي 3 بالار 2 والفولتية مالت اللوب راح ينتقل هيك من السالب تكون موجب. هسه نجي على اللوب الثاني يمر بالاربعة وبالاثنين وبالخمس بالاي 2 زين. مشترك ويا الاي 2 ويا بمقاومة 4 ناقص 4 اي 2 ويشترك ويا الاي 3 بالخمسة وهنا ماكو مصدر فولتية يعني يساوي لنا صفر. بنفس الطريقة لللوب الثالث 2 + 5 + 1 بالاي 3 ناقص 2 اي 2 وناقص 5 اي 2 ويساوي لنا صفر هم كذلك لانه ماكو مصدر فولتيه. راح نشكل هاي المعادله مالتنا ونحلها بالديتيرمينت، راح تطلع لنا هاي القيم ويطلع لنا الخمسه الاي بالخمسه
هسه خلصنا طريقة التحليل باستخدام الميش اناليسيس. هسه اكو طرق اخرى للتحليل، هاي ما راح نستخدم بها رياضيات ديترمننت، وهاي لا راح نستخدم بها رياضيات بسيطة، وراح نشوف راح ناخذ هي مجموعة من الطرق. راح ناخذ هنا طريقتين، هي سوبر بوزيشن ثيرم والشنو وطريقة ال وطريقة الفيفن. هسه راح ناخذ السوبر بوزيشن. هاي شنو طريقة السوبر بوزيشن؟ تقول اذا عندي، طبعا هم تستخدم هاي الطرق لتحليل اذا كان عندي ازيد من مصدر بالدائرة. هاي ايش تقول؟ تقول اذا عندي ازيد من مصدر بالدائرة راح الغي احد المصادر واعمل على انه يوجد مصدر واحد عندي بالدائرة، واوجد الفولتي او التيار المطلوبة. بعدين ايش راح اجي اسوي؟ ارجع المصدر الثاني والغي المصدر الاول واحل الدائره مالتي واوجد الفولتج او الكرنت او المطلوب. زين، بعدين الناتج النهائي راح يكون هو الالجبريك سم لهاي القيم اللي وجدتها من المصدرين. زين، من المصدرين راح نشوف عن طريق هذا المثال شلون نطبق الدائره مالي. يوز سوبر بوزيشن ثيرم ديترمان ذا كرنت ثرو 4 اوم ريزيستر. يريد الكرنت هنا بالاي 3. زين، هاي شلون توجد؟ اذا بالطرق القديمه اللي هي ثيفنن اللي اخذناها بالمحاضرات السابقه ما راح تقدر، لان هنا مصدر الفولتيا والتيار شبيهه ما مرتبط. هنا راح ناخذ، احنا هنا ايش راح نسوي؟ راح ناخذ، راح نستخدم هاي الطريقة. هسه شلون راح نستخدمها؟ قلنا عندنا ازيد من مصدرين، راح نلغي احد المصادر ونشتغل بالدائرة على المصدر كأنما مصدر واحد. طبعا من نلغي المصادر، مصدر الفولتية ايش يصير؟ يصير شورت سيركت، ومصدر التيار يصير اوبن سيركت. هسه راح نجي احنا كونسيدر ذا افكت اوف 54 فولت. راح ناخذ كانما هذا المصدر، هذا راح نلغي، راح نشوف ايش راح يصير عندي. حيصير عندي الدائره بهذا الشكل، لغينا هذا المصدر. زين، لغينا هذا المصدر قلنا يصير شورت سيركت، صارت كانما عندي هاي الدائره مصدر واحد. طبعا بالامكان يكون بالدائره ثلاث مصادر نفس العمليه، مصدر مصدر، نخلي مصدر ونلغي مصدرين ونرجع الثاني ونلغي الاول والثالث وهكذا. زين، هسه هنا أنا مثل صارت عندي دائره اللي كرنت هنا. زين، هسه نجي نحسب الار توتال. زين، الار توتال هاي وهاي توازي الار 2 الار 3 ويا الار 1 توالي، تطلع لنا قيمتها 27 اوم. زين، نجي نحسب الاي توتال هو ال 54 على الار توتال، يطلع لنا 2 امبير. زين، بس احنا نريد الكرنت هنا، نستخدم شنو؟ نستخدم الكرنت ديفايدر رول اللي هو الاي 3 داش، اللي هو طبعا هنا نسميه اي 3 داش لانه من هذا المصدر. راح يكون الار 2 في الاي على ار 2 زائد ار 3، يطلع لنا 1.5 امبير اتجاه بهذا الاتجاه. اوكي، هسه بالعكس راح نلغي هذا المصدر ونرجع هذاك المصدر، هذا هم يصير شورت سيركت. ليش؟ لانه مصدر فولتي. هسه اريد الكرنت هنا. زين، شوف الكرنت اللي يمر بار 3 هذا الار توتال راح يجي يتوزع لهنا ويجي يمر لهنا ويجي لهنا، يعني الكرنت راح يكون باتجاه بهالاتجاه، وهو الار توتال الاي توتال راح يمر بالار 3. زين، هسه شلون نوجد الاي الار توتال؟ زين، الار 1 توازي، دائما نبسط من الجهه البعيده عن المصدر، الار 1 توازي الار 2 ومجموع ويا ار 4 تطلع لنا 12 فولت. الاي 3 دبل داش راح يساوي لنا الاي على الار توتال ويساوي لنا 4. هسه صار عندنا تيارين، اي 3 داش 1.5 واي 4 واحد عكس الاتجاه الاخ، الجبريك سم يطلع لنا 2.5، بس 2.5 بيا اتجاه باتجاه هذا لو بهذا،
راح يكون باتجاه التيار الاكبر اللي هو الاي 4، وراح يكون اتجاه الاي ال 4 امبير، وراح يكون بهذا الاتجاه الاي 3. شوف حللنا الدائره، ما استخدمنا الديتيرمينت، وقدرنا نستخدم الطرق الاولى اللي هي السيريس والبارالل. راح ناخذ مثال اخر توضيحي. Determine for the network below Vy using superposition theory. يريد الفولتية هنا. اوكي. عندي هنا انا اشوف مصدرين. هسه ايش راح نجي ناخذ؟ راح نجي ناخذ تأثير المصدر التيار. اوكي. راح نجي نلغي مصدر الفولتية يصير شورت سيركت. هسه نجي نحسب الفي 1. الفي 1 هي الكرنت عندنا بس واحد يمر هنا وقيمتها ايش قد 30 فولت. هسه نجي نلغي هذا المصدر وناخذ تاثير هذا المصدر، هذا ايش راح يكون؟ اوبن سيركت، صار عندي اوبن سيركت. زين، صار عندي اوبن سيركت هنا كرنت ما راح يمر، اذا الفي 1 دبل داش اي 1 ار 1 الاي 1 صفر ساوي لنا 0 فولت، اذا الفي 1 الفي 1 ناقص في دبل داش ساوي لنا 30 وساوي لنا 30 فولت. سؤال بسيط جدا بس بفكره، اذا لازم تفتهم بالفلسفه مال الموضوع حتى تقدر تحل. هاي عندنا مثالين، حاول ان تحل هاي المثالين كهوم وورك.